أهلا ومرحبا في موعد جديد مع هنا الآن. اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016، اللي صادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. هذاك عليه المحاور متاعنا باش تكون كالتالي: ملف سفيان ونذير في مهب المعطيات المتضاربة، ونتصوروا أهم ملف في يوم مثل اليوم هذا ما ينجم يكون كان ملف سفيان ونذير. المكفوفون في تونس تهميش يتعمق، بالفعل حالة مأساوية لتردي الخدمات والتأطير المقدم للفئة هذه اللي عددها كبير في المجتمع التونسي. لو ديبا، مكافحة الفساد في تونس بين المطالب الشرعية والتوظيف السياسي، ثالث محور باش يكون مطروح في حلقة اليوم من هنا الآن للأربعاء 2 نوفمبر 2016. مرحبا بكم. رحب بسي سامي الكتاري والد الصحفي المفقود نذير الكتاري. إن شاء الله بالطبيعة أهم شيء دعواتنا أنه نسمع خبر، وإن شاء الله يكون خبر باهي. مرحبا بك سي نذير. سي سامي ماذا بيا، إن شاء الله بقدرة ربي في البلاصة هذيك نستقبلوا نذير. مرحبا بك سي سامي. إن شاء الله مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك سي سامي. قبل ما نبدأ النقاش بالطبيعة حبيت نخبر على هالتتويج اللي نالته قناة التاسعة من طرف القناة الخاصة يوتيوب، وما أدراك ما يوتيوب، إحدى أهم القنوات المشاهدة في الفضاء الافتراضي، بفضل طبعا السادة المشاهدين وخاصة التوانسة في الخارج. بلغنا 100,000 مشترك اللي هو ركور بطبيعة مش اللي يجي حقه على القناة اليوتيوب هذه، خاصة بالنظر للعمر الصغير متاع تجربة التاسعة في البث اللي انطلقت منذ فيفري 2016، تاريخ الإمضاء عقد الشراكة مع يوتيوب. يوتيوب طبعا اليوم توج قناة التاسعة باعتبارها من أهم المواد اللي تبثها التاسعة، أهم المواد اللي تم تداولها على قناة يوتيوب بطبيعة. تحية للمتابعين على يوتيوب، وتحية أيضا لفريق العمل الديجيتال. ساعة تحية لي أنا من خاطر هما يوصيوا فيها على الديجيتال، تحية لي أنا نجم أنا نستولى على إنجازات الغير كما برشا يعملوا، لكن بطبيعة هذا يتفد ليك. فما فريق ساهر براتيك ما 24/24، فريق الديجيتال اللي أمل نقل مادة التاسعة المرئية على قناة اليوتيوب وعلى غيرها من مسالك الظهور في الفضاء الافتراضي. تحية لكل أفراد الديجيتال فردا وعلى رأسهم قايدهم اللي عنده اسم سري تو نفتحه في آخر الحصة، مش مشكلة. على كل مرحبا بكم مرة أخرى سي سامي، نبدأ ونشوف التقرير هدايا ونحكيه في الموضوع. مازال لليوم ملف اختفاء الصحفي سفيان الشورابي وزميله المصور الصحفي نذير الكتاري اللي تم اختطافهم نهار 8 سبتمبر 2014 بأجدابيا في ليبيا مفتوح إلى حد الساعة. وبعد أكثر من عامين على غيابهم، وبين المستجدات والتصريحات المتضاربة من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، ورغم تعاقب عديد الحكومات في المدة هذه، إلا أنه فعلياً لا جديد يذكر. بعد اختطافهم بعام كامل في 8 سبتمبر 2016، رئاسة الجمهورية تقوم بتكوين لجنة وطنية مشتركة للاهتمام بالموضوع هذا، مع وجود خليط أزمة أسسها نقابة الصحفيين خصيصاً للاهتمام بموضوع الصحفيين المخطوفين. مع العلم أنه في وقت سابق وفي ديسمبر 2015 وزير الخارجية طيب البكوش يلجأ للقضاء الدولي فيما يخص الملف، مع ما اعتبره ضعف هيكل الدولة في ليبيا. في نفس المدة رجل الأعمال التونسي والمعروف بعلاقاته في القطر الليبي شفيق جرية يصرح بأنه سفيان ونذير مازالوا على قيد الحياة. نقطة أمل جديدة تخلي أهالي الصحفيين يتوجهوا للحكومة ووزارة الخارجية بالذات ويدفعوهم لتكثيف جهودهم لحل المشكل هذا، إلا أنه والدة نذير سرعان ما تصرح وتقول في أكثر من وسيلة إعلامية أنه تعامل الحكومة مع ملف سفيان ونذير ماهوش جدي، هذا اللي خليها تتنقل مع زوجها ليبيا من أجل كشف الحقيقة ومعرفة مكانهم، ومجرد رجوعها أكدت لوسائل الإعلام أنهم مازالوا حيين.
من جهة وزير الخارجية خميس الجهينوي يصرح نهار 28 أكتوبر 2016 اللي السلطات التونسية وخاصة في ظل الوضع الراهن في ليبيا لا تملك أي خبر يقين أو أدلة تخص ملف اختطاف الصحفيين نذير وسفيان. لكن الأسبوع الفارط رجل الأعمال التونسي شفيق جرية يرجع من جديد ويصرح في برنامج تلفزي أنه نذير وسفيان ما زال على قيد الحياة. تصريح خلى الحكومة التونسية تلتزم بالملف وتوعد بإيلائها الملف هذا أهمية قصوى. بعد 755 نهار على اختطافهم ومع تضارب التصريحات يبقى مصير سفيان ونذير مجهول حتى الآن. سي سامي مرحبا بك، والد الصحفي نذير الكتاري. في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ما نتصورش اليوم فما جريمة أكبر من جريمة الاختطاف اللي للأسف ضحيتها كل من ولدك نذير الكتاري وسفيان الشرابي زوج صحفيين التوانسة. في اليوم هذايا تصريحات كثيرة، لعل أبرزها تصريح السيد يوسف الشاهد أن الحكومة التونسية باش تجعل من أولوية عملها البحث في ملف نذير وسفيان. تظاهرات عقدت، فماشي جديد بمناسبة الحكاية هذه؟ بالنسبة للتعامل الحكومة والهيكل التونسية في القضية هذه في الملف هذه، أنا لحد الساعة هذه بعد عامين وشهرين بالضبط 2 سبتمبر سفيان ونذير غادروا تراب التونسي، التوى ما لقيتش جدية وما وقعش بي اتصال مباشر أنا ولا العائلة بعتونا معلومة تفيد ترجع فينا الروح سواء إيجابية ولا سلبية من أي هيكل وأي حكومة تعدت في تونس. مجرد أنا اللي نسمع فيه من سي خميس الجناوي، والله أنا كلمنا كوبلر، والله أنا كلمنا السراج، مش قضية كلام، راه مش أنا كلمته، قضية خدمة ميدانية استقصاء، راهي قضية حياة وموت، راهي السكوندة عندها قيمة، الدقيقة عندها قيمة، السكوندة هي اللحظة عندها قيمة. طبعا انت انا الكلام هذا ما ملف سياسي ولا ملف نذير وسفيان، ملف سياسي بامتياز. مناسباتي وقت اللي يجوا في منبر يطلقوا تصريحات، يطلقوا تصريحات، يعني باهي يقولوا مثلا انه اولوية، تقريبا انا نفهم ان اولوية الاولويات مثلا الاتصال بالعائلات، خاطر ما حد لا ينجم يزايد على العائلات في الملف هذايا، خاطر هما المكويين، هما اللي حاطين السقان على الجمره. تمشي الاتصال بيكم؟ انا شخصيا انا والعائله نعيشوا في سراب، نعيشوا في احباط، بتلصلوش بينا. يلزمنا ما نطلبش طلبه من ربي، لا رعايه لا اتصال لا تواصل لا حتى شيء. انا اليوم برك 8:15 تاع الصباح اتصلت ونتحمل مسؤوليتي، كتبت اياد دهماني قلت له حدي لي موعد مع سي اياد، موعد سي اياد لتو ما رجعش البيرويه، تو 7 تاع العشيه ما رجعش البيرويه باش يحدد لي موعد، صافي 21 جور ولا ميم بلوس. طلبت مقابله مع السيد يوسف الشاهد، عملت نداء من بي بي سي من الخارج لسي يوسف الشاهد، عملت نداء من هنا من التاسعه لسي يوسف الشاهد، رانا مازلنا عندنا العقليه نتاع الكلام اللي يقول هنا المسؤول نمنوه 100%. انا نحب هك ان سوتيان مورال، شوفني ايش عندي، انك رجعت من ليبيا عندي رساله، خلينا نشوفوا الحكايه هذه ايش بالضبط. هي انا عندي رساله موجهه من الحكومه المؤقته في الشرق، موجهه للحكومه التونسيه. مشيت انا بعد 11 يوم بالضبط، مشيت انا لخسر الحكومه، قلت لهم نحب نقابل سي يوسف الشاهد، راه عندي رساله، سمعني سياد دهمي، رسالة بخصوص نذير وسفيان، بخصوص القضايا التونسية الليبية. الحكومة المؤقتة تحب تتعامل مع الحكومة التونسية في كل الملفات، منهم ملف سفيان ونذير، منهم حاجة قالوا لي احنا ما عندناش حتى مراسلة، حتى حاجة تفيد للحكومة التونسية عندها زوز اعلاميين مفقودين في ليبيا. يعني السلطات التونسية، السي خميس الجناوي يقف يقول البعثة اللي مشى فيها قاضي التحقيق، البعثة اللي مشى فيها قاضي التحقيق راهم قعدوا ثلاثة أيام في الأوتيل، واتصلوا بسحر بنون. سحر بنون بالنسبة لي أنا ضد. شكون هذا؟ سحر بنون هي وكيلة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. في أي حكومة؟ في حكومة تثني في 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 الشرق. في الشرق، وأنا كان لي تواصل معاها. أي. وأقنعتها، وأقنعها شكري الخاص للدكتور
محمود وزير العدل المكلف اللي هو اعطاه التعليمات لإعادة الملف بحث في الملف من جديد. هي اللي كانت اطلقت تصريحات بخصوص الادله حول وفاه هي اللي خرجت البيان مدير سفيان. اي هي كان مبني على تصريح فارغ من شخص مكنى مش حتى مسمى اللي هو حكاية ولا صاحبه مش انا حتى. انا نحب نفهم توا اللي تم ايقافهم في ليبيا ممن قيل انهم متورطين في ولهم شهادات حيه بخصوص يعني تصفيه سفيان ونذير، هذوما حاكم التحقيق كي مشى في تونس قابلهم ولا استمع عليهم ولا خذا ادله؟ المعلومات اللي عندي انا ناولت سيد قاضي التحقيق ناولته، انا ما مشيتش ليبيا في الوقت هذاك وتحصلت على محضر البحث. محضر البحث حكاية درامية، قصة درامية حللتها أنا ورجالات قانون ومحامين نساء محضر البحث اللي عملوه الليبيين ولا اللي عملوه حاكم تحقيق تونسي بعد ما شاف اللي عملوه الليبيين أي اللي عملوه في الشرق في الشرق اللي خذوا فيه أقوال أو اعترافات مصري المصري قال أنا شفت راهو تم إعدام حكى له صاحبه مش حتى شاف حكى له صاحبه حكى له صاحبه أنه هو شاف وصاحبه هذا مشدود ولا ميت معناها العملية الكل اللي أثيرتك النهار في تصريح هذه المكلفة وكيلة وزارة العدل في حكومة الثنائي في الشرق قائمة على المصري اللي نقل شهادة على صاحبه ميت اعتراف شو يقول المصري هذا؟ يقول روح كالي صاحبي مصري اللي هم في عدموا الأولاد مع مجموعة برقة مع صحفي برقة ويحكي اللي هم عدموهم في على طريق السيارة في لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله في الطريق الساحلي يسمى الطريق الساحلي أو الطريق الصحراوي وبعد ينتقل من الحديث اللي هم موجودين في مزرعة سريج الغفار الموجودة في درنة واللي هي تخللها الصليب الأحمر وما لقاش فيها حتى جثة تحررت توا موقعش تشخيص الجريمة موقعش اعتراف ذمني اللي هم الأولاد تعدموا سيدي احنا راضين بالقضاء والقدر تعاد معطينا الجثة انا راضي وامور هذه مقتنعين ربي حبها هزة فخر لي استشهد ولدي واحنا نقولوا انتقل الجواري ربي ارتاح ما يسكنش مع المجتمع هذا للتجاذبات تو نجبدوا على قصة سفيان ونذير كل حدث نوظفوا فيها حوايج تجاذبات وصراعات خاصة وفلان وشق الفلاني وشق الفلاني تشوف ان قضيه سفيان الان ضحيه تجاذبات؟ تعومت قضيه سفيان كيف؟ فور اكزومبل انتم عندكم الجمعه اللي فاتت برك كنت انت حاضر في برنامج بخصوص سي يوسف الوسلاتي شبيه شنو المشكله؟ المشكله تو كل عندك مشاكل مع سي شفيق جريه برحلها بعيد عن القضيه ما تدخلش قضيه يعني تعتبر ما قاله يوسف الوسلاتي والنقابه تصفيه حسابات أنا 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 النقابة على حساب ملف سفيان ونذير أنا النقابة اليوم اقتنعت اللي هي عندها حوايج تحب تصفيهم ولا توصل لنا بملف نذير وسفيان أنا إيش معناها اليوم يقع إقصائي كيف؟ أنا اليوم ما استدعونيش اليوم العالمي ما استدعونيش فيه أكبر قضية في شمال أفريقيا مش في تونس برك أكبر قضية في شمال أفريقيا يعني عملوا تظاهرة هم اليوم؟ هم عندهم ندوة نهارين في افريقيا اليوم وغدوه بخصوص اليوم العالمي لانهاء الانفلات من العقاب في جرائم مرتكبه ضد الصحفيين ولم يتم استدعائك لا انا لا العائله لا عائله الشرابي حتى عائله سفيان الشرابي لم حتى يتم استدعائك الشرابي ابلغتوا لي هم ما استدعوهمش قمت بالاتصالات علاش علاش ما مشني مقنع بالجواب اللي سمعته مشني مقنع مش مقتنع به علاش كان الجواب كان الجواب والله انا 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 كلفت شكون اللي نظم مش نعرف علاش ما استدعكمش عندكمش قضيه اكبر من الملف هذا عندهم قضايا هم مشكلتهم مع شفيق جرايه انا بالنسبه لي انا سي شفيق جرايه انا راني باب مستعد نتعامل مع الناس كل مع التونسي مع المسلم مع الامريكاني مع الصهيوني مع الداعشي فيما يخص قضيه ولدي أنا بالنسبة لي أنا شفيق جرايه في وقت من الأوقات بعث فيه الأمل ونشكره وبارك الله فيه ومن اجتهد فله من اجتهد وأصاب فله أجران كان ثم معطيات؟ أنا أعطاني معطيات تقنعني به وتأكدتوا منها من صدقيتها أنتم كي مشيتوا ليبيا؟ شوف
بالنسبة لي أنا نحكي على تونس ونحكي على وضعيتي في تونس. أنا سي برهان كتجيني أنت وتقول لي راني أنا عندي معلومات على نذير وسفيان وللوندما تمشي توثقها عند قاضي التحقيق شفيق جرية حتى عند قاضي التحقيق. أنا قريت المحضر بأمي عيني وعندي نسخة من المحضر. معناها معناها الكلام شي أعطاه للنيابة العمومية ولا قاضي التحقيق؟ أعطاه للنيابة العمومية ومش المرة الأولى ومش المرة الثانية. أي معلومة يمشي يوثق. اثنين، أنا سي شفيق لما اتصلت به ورالي وثيقة اللي هو مكلف من حكومة النمسا وحكومة بلغاريا للبحث، وأنا شخصيا كلفته شفاهيا باش يبحث لي على ودي في ليبيا. ونعرف الشفيق اللي عنده تواصل متين مع جهة من الجهات في ليبيا يساعدني في القضية، وربي يبارك له ورب بارك الله فيه. أنا ما شوفش منه حتى حاجة ومش مفروض عليا. راه سي برهان أنا نتعامل معك، أنت تخدم في قناة التاسعة باش تتعامل مع خولة، راه مش مفروض عليا. بالضبط. أنا مستعد نتعامل مع الناس كل بنفس المسافة. أي إنسان اللي يرجع فيا واللي يعطيني يقنعني ولا يوري لي حاجة تقنع على ملف قضية سفيان ونذير أني مستعد نتعامل معاه. حتى كان داعشي وأنا في ليبيا تواصلت مع دواعش. هكا؟ تواصلت مع دواعش. كيفاه؟ تواصلت مع دواعش وتواصلت مع ناس تعيش في درنا اللي اقتنعت. أعطاوك معطيات؟ قالوا ما نسمعوش بها العملية دي. أنت كالحدث الحدث الأب ثم حدث الأب ثم المعطيات اللي توفرت لك اللي هي خلاصة تحركاتك اللي آخرها كنت أنت والسيدة زوجتك في رحلة إلى ليبيا هزتك الحكومة الشرق، يعني حيث من المتوقع أنه عملية الاختطاف كانت غاديكا. هي المعطيات ترجح شنو سيد سامين؟ شوف خويا برهان، هو ما فماش حتى جهة وحتى معطى يدل على استشهاد الأولاد. غاديكا أنا كانت مدروسة تقنيا، كانت مدروسة الزيارة. أنا مشيت للبيضة اللي هي وين متواجدة الحكومة من ناحية سياسية، وهي أقرب وهي في 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 نطاق السلم سالمة ياسر، ما فيهاش لا مدينة آمنة يعني آمنة. وهي قريبة لجدابية اللي أنا كنت مصر على الذهاب لجدابية لملاقات جدابية، لأن الناس كل تحكي أنه جدابية وقع فيها الاختطاف ما هك لإيقافهم إيقافهم والاختفاء هو سوري في جدابية، هو صراحهم سوري في جدابية، وانت فهم الباقي سي برهان. الآن سامي الكتاري، اش تتوقع من الحكومة التونسية؟ اش تتوقع من الجهات الرسمية؟ أنه ترجمت هالتصريحات هذه، من الواضح أنك أنت يعني بالنسبة ليك التصريحات هذه سمعتهم وتعودت عليهم واقعيا. تفعيلها، تفعيل خدمة ميدانية، فقدوا الشيء اللي يعطيه. أنت ما عندكش لا 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 قنصلية لا سفارة لا ديزونتان لا أمن لا حتى شيء، كيفاش تحب توصل المعلومة؟ واضح. كيفاش تحب توصل المعلومة على الأولاد؟ يعني تفعيل ما نعرفش تفعيل كلامهم ترجمته للواقع. في خلية خاصة معناها فماش حتى شيء، ما شفتش حتى شيء. أنا الطرف المعني، راني يا خويا برهان راني بصوت عالي، أنا الداخل في الربح والناس كل راهي داخلة في الربح وخارجة من الخسارة. أنا الخاسر الوحيد الخاسر. نعم. كان نذير ولا سفيان لا قدر الله بالتصريحات النارية هذه بجبدان شق وشق، احنا لتو ما نعرفوش الأولاد عند شكون فناجيها. أنت تجي تحارب لي من هنا في المنابر، تحارب لي في الشق الفلاني والشق الفلاني على حساب قضية سفيان ونذير. أنت تسمصر بها القضية، واللي سمصر بها يفهم بروحه ويسمع فيها ويفهم بروحه. ونطلب منها راهو قضية سفيان ونذير مش فوند كوميرس، التزموا يا ناس التزموا حدودكم. من تقصد؟ يعرف روحه، يعرف روح مجموعة اللي تخدم، تعرف روح اللي تقول راني نخدم وراني كذا وتحسب في روحها سلطة، تعرف روح. واضح واضح. خطوات القادمة للعائلة؟ النضال. احنا همنا الوحيد، همنا الوحيد هي قضية ولدنا، هي تحرير ولدنا وولد الناس، لأن أنا نعتبر روحي لب روحي لسفيان. طبعا احنا توا في الـ في الـ في, الـ في العام هذا وحدنا عائلة وحدها، لا تلفزتهم متحملة مسؤوليتهم، لا نقابة الصحفيين متحملة مسؤوليتهم، لا الدولة متحملة مسؤوليتها.
الدولة اللي ما تحترمش دستورها ما تنجمش تحمل مسؤولية. راه خاطر كان يقرأ الدستور اللي فيه هما يقوموا وقام يجروا على أولادهم وين، يشوفوا أولادهم وين، يشوفوا الشعب التونسي وين. واضح. مش سامي القطاري مواطن بسيط وزوجته أيضا، زوجته موظف في بانكا، الأم مجهولة تحية، وعندي عامين ما خدمتش لا أنا لا أمه، وإحنا ننظلوا من أجل ولدنا، وحتى واحد ما يسمعنا، وحتى واحد ما يوظف المعلومات اللي عندنا، وحتى واحد ما يأخذ بخطرنا. واضح سامي. ماخذينها عملية تاع أنا تعركت أنا وشفيق جرية، هاو تنحاسبه هاو تنشو، يا خويا حاسبه بعيد على القضية. عندك حاجة على شفيق برا أنت وياه. وهنا القضاء، أنت ما تكونش مقام القضاء. واضح واضح. سامي القطاري والد الصحفي نذير القطاري، شكرا جزيلا. طبعا المنبر هذايا كيما بيناتنا على الأقل أنا شخصيا يبقى ديما مفتوح ليك، أي معطيات جديدة مرحبا. وبارك الله فيك. أنا من المنبر هذا نغتنم الفرصة هذه باش توجه لسيد رئيس الحكومة. أنا راني مستعد، وهاتفي تعرفها رئاسة الحكومة والكتبة نتاعك، راني نوجه لك نداء، راني نحب نقابلك. واضح 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 سامي القطاري، شكرا جزيلا على التوضيحات. ملف سفيان ونذير في ذكرى اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وليس أكثر جريمة بشعة من جريمة الاختفاء القسري والاختطاف. إن شاء الله نسمع الخير على سفيان الشرابي ونذير القطاري. نمر للملف الموالي، المكفوفون في تونس تهميش يتعمق. نشوف التقرير هذا ونستقبل ضيفي. جملة من المشاكل والصعوبات يعيشوا فيها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللي تفاقمت خاصة منذ 2011. الوضعية الهشة لهذه الفئات جعلتهم يوجدوا صعوبة في التموقع داخل المجتمع، وتم تناسيهم خاصة أمام المطلبية المجهة اللي رافقت الاحتجاجات الاجتماعية بعد الثورة. مركز تأهيل المكفوفين بسيدي ثابت هو أحد الأمثلة على هذه الصعوبات وتدهور أوضاع المكفوفين. المركز يعنى بالتكوين في عدة اختصاصات، وهو المركز الوحيد في تونس ويضم أعوان ومكونين ومتربصين. هالمركز مغلق منذ ديسمبر 2014، و60 متربص أنهوا دراستهم وما تحصلوش إلى اليوم على الشهادة متاعهم، إضافة إلى 120 متربص ينتظروا الالتحاق بالمركز. العمل والمكونين يعيشوا في ظروف صعبة، وتتراوح رواتبهم من 325 إلى 500 دينار من العون إلى المكون. المتربصين والأعوان والمكونين قاموا منذ مدة بعد التحركات أمام وزارة الشؤون الاجتماعية وأمام مجلس النواب، وطالبوا بإلحاق المركز بوزارة التشغيل والتكوين المهني عوضاً على الاتحاد الوطني للمكفوفين اللي يتخبط في وضعية صعبة بعد إيقاف المكتب التنفيذي للاتحاد وتعيين مؤتمن عدلي تحت إشراف قاضي مراقب بعد تعدد شبهات الفساد المالي والإداري بالاتحاد. اليوم المكفوفين داخل هالمركز ينتظروا في حل جذري وسريع لعودة النشاط من أجل الاستمرار في التكوين والحصول على الشهائد اللي تخول لها الفئة الاندماج داخل المجتمع في إطار حقهم في التشغيل. فلماذا يتم تنسي هالفئة من المواطنين، وما هو رد السلطة لإعادة الاعتبار للمكفوفين داخل هذا المركز؟ رحب بسي أشرف حمدي مؤطر بمركز المكفوفين بسيدي ثابت، مرحبا. أهلا وسهلا، فرحانين برشا باستقبالك أشرف. يعيشك سي بوني. يعيشك. وباش يكون معنا على المباشر عبر الهاتف سي أحمد البلعزي مدير التضامن والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية. أستاذ أشرف أهلا وسهلا. تقريبا وضع متاع مركز سيدي ثابت يعطي صورة على الوضع ككل للمكفوف اليوم في تونس في المرحلة الصعبة، اللي صحيح بتاتر صعبة على التوانسة الكل، لكن زادت صعبت على فئات ذات الاحتياجات الخصوصية، وخاصة عليكم أنتم كمكفوفين. شنية مظاهر التعب المدة الأخرى هذه؟ لا يا سي برهان، هو التعب كان راهو مهوش منطوى منذ 2014، ونحن استشعرنا الخطر هذا اللي كان وقتها. كان مازال المركز يعني في الفاظ آخر أنفاسه الأخيرة، قاعدين بعثنا عدد مكاتيب
للصورات المعنية الكل من الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي اللي فيها سلبلع السيدة سلبلعزي. أيوة. اللي بعثنا للاتحاد الوطني اللي يشرف عليه يشرف على المركز. أيوة. وقتها بدأت الصراعات في الهيئات وانت تعرف هذا مشاكل. بعثنا الوزارة الأولى استشعرنا الخطر قبل ما نتوقفوا على العمل، وهذا معناها مبادرة من الإطار التكويني والإدارة اللي تسير المركز. ما راعنا كان تجاوز كلي، قلنا لهم راهو المركز باش يقف نهائيا، راهو السرعات هذه باش توقف المركز، راه باش تنعكس سلبا على المركز تأهيل وتكوين المهني المكفوف. بربي سي اشرف سامحني، قداش عندنا من مركز تأهيل المكفوفين في تونس؟ هذا هو عندنا تأهيل وتكوين مهني للمكفوفين اتم معنى الكلمه، عندنا واحد اللي هو سيدي ثابت، اللي هو في سيدي ثابت كان يلعب دور اقليمي. معناها اللي خل بشيفه مستاد المشاهدين هذا المركز الوحيد اللي نجم يقراوا فيه معناها المكفوفين ويتعلموا الصنعه وبالامكان ادماجهم في سوق الشغل. هذا الوحيد ادماجهم في سوق الشغل مع العلم. مع العلم انه معناها مؤخرا تم تنظير الشهائد اللي باش تمنح للمتربص الكفيف. أيوة. تم تنظيرها مؤخرا وصدرت في الرائد الرسمي. ايجابي هذا؟ هذا حاجه ايجابيه، ولكن نحن هذا يفرحنا مش ما يفرحناش. أيوة. ولكنه يبقى سي برهان راهو تبقى منظومه تكوينيه هشه مع الاسف. باهي المركز سكر وتوا مغلق منذ ديسمبر 2015، قلت لك منذ 2014 يعني معاش المكفوف اللي حاب يتعلم حاجه ما يلقاش فينا، راهو باش يقفل المركز، رانا معاش نجمو نكملوا، راه سرعات الاتحاد باش تضروا، راهو يلزمكم تمنعوه، رزق تقفلوا. تجاوز كل هاي العواقب وين وصلت من ديسمبر 2015 الى حد هذه اللحظه. حكينا المره اللي فاتت في قناه اخرى وانت حاضر، قلت لك راهو سنلتقي مره اخرى والمركز مسكر، لم يحرك ساكنا. مؤخرا نعطيك معلومه معناها باش ما نغلطوش راي العام، مؤخرا تعاطى اخر مره ظهر سيد المدير المركز مع سلمك هلال، حسينا رئيس الحكومه تعاطى مع الملف، استدعاونا، صار اجتماع رسمي وتقرر حسب ما انا حضرت انه تم اخذ القرار في الحق المركز بوزاره التكوين. أيوة. بوزاره التكوين عندها توا شهر قاعدين يفعلوا في الاجراءات القانونيه، ما نعرفوش علاش مازلنا ما سمعنا حتى حاجه ايجابيه لحد هذه اللحظه. اعلى مستويات في وزاره الشؤون الاجتماعيه رئيس الديوان معناه قال لي انها تكونت لجنه، سعيد ترابلسي قال انها تكونت لجنه بين الشؤون الاجتماعيه ووزاره التكوين لدراستها القرار نتاع الالحاق. الى حد هذه اللحظه المؤتمر العدليه ما وصلها حتى شيء، مازال ما تقدم حتى شيء. لا راهو دور الوقت، راهو الحاجه يلزم يعرفوها انه طول الوقت راهو دور مهم، راهي متربصين شيء خطير. انها ولت من المره اللي فاتت نسمع في تدخل، معناه رست لي دخلت في وسائل اعلام مسموعه متربصه، قالت لك انا نخمم في الانتحار، انا ما عندي حتى حل. قدام متربصين فيه شنو؟ هو يقري 60 وتوا 60 الاخرانيين اللي باش ياخذوا شهاده المناظره ما رجعوش ناقشوا لي ستاج دانتيغراسيون الاخراني، ما رجعوش عملوا سوتنونس نتاعهم. وقفت معناها. و 120 ملف او اكثر حتى من 120 ملف على منظره المدير قاعدين ينتظروا وقتاش السنتر يرجع. واضح. خلينا نشوفوا سي احمد البلعزي مدير التضامن والتنميه الاجتماعيه بوزاره الشؤون الاجتماعيه. سي احمد مرحبا بك. مرحبا عايشك. سي احمد قريب شي نلقاو الحل للمركز، وانا اليوم وإحنا نبحثوا في شكون من الجهات الرسمية يخطبنا، كلمنا وزارة الشؤون الاجتماعية قالوا لنا المسألة ما هيش تبعتنا، كلم وزارة التشغيل التكوين المهني، كلمنا وزارة التكوين والتشغيل المهني قالوا لنا الأمور ما هيش تبعتنا، ارجعوا لوزارة الشؤون الاجتماعية. يعني هذه صورة ومثال حي أن هالملف هذايا ملف يعني معناها تورك بين الأرجل، يعني ولم يتخذ فيه قرارات جدية في الوقت اللي هو ملف لا يحتمل التأجيل والتسويف. كيف تجيبون سي احمد؟ صحيح، لكن الملف يهمنا مش ما يهمناش، ما عرفش شكون اللي جاوبك قالك ما يهمناش. صحيح هو ان الجمعيه ان المركز هذا يعاني منذ فتره في برشا اخلالات ويعاني في برشا مشاكل. احنا كوزاره الشؤون الاجتماعيه تدخلنا في العديد من المرات، والمخاطب نتاعنا المركز هذا بما انه هو ملك ويسير فيه جمعيه، احنا التعامل نتاعنا يكون تعامل مع الهيئه المديره اللي تسير الجمعيه هذه وتسير في المركز هذا. ايوا الجمعيه التدخلات نتاعنا كانت سامحني يا اخوي تفضل فضلك تفضل. معناتها احنا التدخل نتاعنا كان منذ سنه 2013 و2014 وخصصنا اعتمادات لاصلاح وترميم وتجهيز المركز هذايا. وكنا نجريه وراء الهيئات ما نقولش هيئه، وراء الهيئات المتعاقبه على تسيير الجمعيه
باش يجيبوا لنا معناتها اثباتات قائمات تقديريه في الاصلاحات البناء وفي التجهيزات. وكل مره نجري وراه ما فما حتى شيء، ولا الاخوه المنظورين المركز هذا يعرفوا الموضوع هذا. في الاخر المطاف وزاره الشؤون الاجتماعيه اتخذت قرار بطلب وضع الجمعيه تحت التصرف القضائي وهو ما تم. واحنا اليوم في تواصل مع المتصرف القضائي مدام عباس، وتم مؤخرا تحويل اعتماد قدره ما يقارب 25 ألف دينار لتسيير الجمعية. ثم جبت لنا مدام عباس تهيئات معناتها مستعجلة بما قيمته 110 ألف دينار، والاعتماد هذا بصدد التحويل للجمعية حتى يتم معناتها الإصلاح، الإصلاحات الضرورية للمركز هذا والتجهيزات الضرورية ليه، وإن شاء الله يفتح في القريب العاجل. أنا نقول نتصور أنه بعد عطلة الشتاء المركز هذا سيفتح وسيعاد النشاط نتاعو. بعد عطلة الشتاء سيد أحمد البلعزي تقول أنه باش يرجع المركز للخدمة نتاعو وللنشاط نتاعو. به خلي تقعد معنا سي أحمد، بربي باش يتفاعل معك سي أشرف حمدي. تفضل سيد أحمد. بالله أول حاجة مرحبا بك. جبنا ظهر لي جاك مرة ديفي من وزارة التجهيز، من الإدارة الجهوية للتجهيز، قامت بمعاينة الأضرار اللي موجودة في البنية التحتية لإقامة المكفوفين برك. ما حكيتش على قاعة الدرس وقاعة الرياض، حكيت على الإقامة، وين يرقدوا وين يدوشوا وين ياكلوا. تقدرت من وزارة التجهيز راسي برهان ب 340 ألف دينار، وهذا ما لم تقدر عليه الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي لتنفيذ هذا العرض اللي جانا من قبل خبير من إدارة الجهوية للتجهيز. اثنين، انا اللي نقول له انها الديفيات كانت منذ افريل 2013 تتقدم للاداره العامه للنهوض الاجتماعي، وها بالوثائق قمامي الديفيات نجم تقراها. قدمنا قداش من مره لديفي في التجهيزات اللي يلزمها تتجهز بها المركز في عديد المجالات، من الطبخ للمبيت للقاعات لتجهيزات اللي تساعد في البيداغوجيا. ما رعنا ما ثم حتى تجاوب من قبل الاداره العامه للنهوض الاجتماعي. ثالثا، وما هذا اللي يهم، انه السيد احمد نسمع فيه قال بعد عطله الشتاء باش يرجع المركز لسلف نشاطه، نحن ما في بالناش. انا نحب نقول له حاجه بركه، اللي اذا كان المركز يرجع لسلف نشاطه نحن نرحبوا بهذا ومرحبا، اما بالله خمموا فك العون اللي قاعد يخدم فك المركز. على الاقل خمموا، ما تهمشوش، راك تهمش العون نتاع المركز، راك همشت المتربس. على الاقل خمموا فينا، راه ماناش حيوط نحن. راه اخي وقت اللي تصلح حيط صلحني انا، زاد سوي وضعيه العامل ياخذ 320 دينار على 26 يوم باتفاقيه قطاعيه مشتركه هشه. وجيني قداش من مره سيد احمد وفهمناك الموضوع هذا، ديما معناها ثم تجاوز، ما تحبوش تتعاملوا معنا، ديما تتعاملوا مع الهيئات. انا ناكد لك المتصرف القضائي اللي تعين والله زاد ازم الهوى، زاد ازمها الوضعيه. وقت اللي نحكي معاها مدام تاعش قالت لي يا اشرف راهو من 2014 ما تحلتش، مانيش انا باش نحلها اليوم. ماهيش مشكله السنتر راهينا في 100 ألف دينار راسي ابراهيم، باش ما نغلطوش الراي العام. المركز وضعيته راهي رثة على الاخر، وضعيه يرثى لها. المطبخ قلت لك، والاقامه نتاع المكفوفين، اداره التجهيز انها اعطات فيه ديفي 340 ألف دينار، زعما اداره التجهيز غالطه، جبنا مقاول خاص. نحن ما جبناش مقاول خاص. كذلك زاد التصنيف المهني الهش للوضعيات نتاع الاطارات اللي تخدم على المركز، راه ماهوش بكل احتراماتي ليه راه سي البلعزي، انا نعرفوه الخدمه نتاعو والخبره نتاعو اللي موجوده من قبل، انه العاون هو اللي يخدم راه في المتربس، ماهوش سي البلعزي اللي يخدم فيه. نحن نخدموا فيه المتربس ونحن نسهروا على الشؤون نتاعو، وبذلك زاد يلزم مراعاه وضعيه العاون. واضح. انا اليوم كحاضر ناطق باسم الاعوان، زاد يلزم، ماهيش حكايه حيوط بركه، ثم وضعيه نفس بشريه، ثم وضعيه مهنيه على الاقل فيها لو بليتو بوسيبل انك تحقق. المنحه نتاعكم تقطعت توا ولا تاخذوا فيها؟ ثم مجموعه من الاعوان 10 شهور ما خذتش، اكثر من 12 عاون 10 اشهر ما خذوش المرتبات نتاعها. واضح. نحن اللي تحت الاتفاقيه قاعدين ناخذوا صحيح، ولكن ثم مجموعه من الاعوان 10 اشهر ما خذتش. واضح. لم ينح انتاج لحد شيء. خلينا نسمع سي احمد تفاعله معك، تفضل سي احمد. شكرا يا سيدي، شكرا. للتوضيح ان الجمعيات اليوم عندنا ما يقارب 18 ألف جمعيه او اكثر. الجمعيات الوحيده اللي عندها اتفاقيه اطاريه
نظم لها العلاقة بين المؤجر والأجير وفيها سلم أجور واضح ومعترف به. هي جمعيات رعاية المعوقين، وهذا كسب كبير للجمعيات هذية. ونزيد نأكد أن كل الجمعيات الوحيدة في تونس من بين 18,000 جمعية، جمعيات المعوقين هي الوحيدة اللي عندها اتفاقية إطارية. وتعرف قديش فما اتفاقية إطارية؟ فما 53 اتفاقية إطارية في القطاع الخاص. وهذا مكسب للأشخاص اللي يخدموا في المعوقين وماهوش مزية ليهم. هذوما ناس تناضل وناس تخدم وناس تعبة، وهذايا حق من حقوقهم. الاتفاقية هذه تراجع وبطلب مع تسار طلب من النقابة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات باش يتم في القريب العاجل مراجعة الاتفاقية هذه، وفيها حوار وفيها كما يتم مراجعة الاتفاقية الكل. معناتها العمل هذايا للناس هذوما راهم أطرين في إطار ماهمش مسيبين. حاجة ثانية بالنسبة للاعتمادات، واحدة احنا ما لقيناش وقت يقول لي ديزي، احنا كوزارة رانا نخدموا بالتروا ديزي، صح؟ نخدموش ديزي من عند إكس ولا من عند جراي. جبنا لك تروا ديزي يا سيد أحمد. سيد أحمد قدامي الوثائق. كمل عليك. تروا ديزي قداش من مرة؟ خلينا نسمع. ما نجم غلط. ما يصيرش. هي نجم وصلتلوش الديزي. ما يصيرش. نسمع سي أحمد. أما نحن رانا جبنا تروا ديزي للإدارة. باهي نسمع سي أحمد. تفضل سي أحمد. خلينا نكمل لك. واحنا كنا كوزارة وعمرها ما صارت، كوزارة تجري وراء جمعية باش تصلح المركز نتاعها. وما لقيناش مخاطب جدي نقولها من هنا، وما لقيناش مخاطب على مسؤوليتي، ما لقيناش مخاطب هيئة مخاطبة جدية. وذاك علاش الوزارة كما قلت قبيلة التجأت إلى طلب تسمية متصرف قضائي. المتصرفة القضائية أنا حسب مريتها هي بدأت من أود تخدم إلى حد الآن، ما متحمسة واضح. وتعمل لصالح الفئة هذه وتعمل لصالح المركز. احنا المركز قلت لك ما قلتلكش انا باش نحله، انا ما نحلش مركز، الجمعية هي المسؤولة، واليوم اليوم الجمعية هذه هي تحت التصرف القضائي. احنا حسب البلان تاعنا الاصلاحات الضرورية واللي مضروبة برشا تتكلف ب 110 مليون دينار. ستترصد 110 الف دينار، ستترصد 110 الف دينار. نعم ستترصد، يعني سيتم رصدها ولا تم رصدها؟ ترصد بسداد الرصد هي توا تريبيا بسبب معناتها التحويل بسبب التحويل للجمعيه باش تقوم بالاصلاحات الضروريه. واذا قمنا بالاصلاحات الضروريه ما فماش مانع باش المركز يحلش. واضح واضح. المهم انا نخلينا نلتقطوا ما هو ايجابي سي اشرف. سي احمد البلعزي هاو معناها قدم لنا معلومه مهمه ايجابيه، نلتقطوا الايجابي انه قلت ربي من هنا لديسمبر المركز باش يرجع لخدمته. صحيح ما ينجمش يرجع كما تتمنى انت ب 310 مليون اللي قدرت وزاره التجهيز الاصلاحات المطلوبه، لكن قال لك هذيك هي الوعد، بداوا بالضروري الآن وتيجي ما هو أحسن. كلمتك الأخرى. كلمتي الأخرى يحكي على الجمعية دخلت عند متصرف قضائي. المتصرف قضائي راه مؤقت، المتصرف قضائي عدة أشهر ويغادر. ترجع نفس الهيئات، نعطيك من الأخر سي برهان، ترجع نفس الهيئات، ترجع نفس المشاكل اللي نجم. أنا حكيت مع رئيس ديوان متاع الشؤون الاجتماعية قال لي الحل نعطيك اليوم ربع سبعة ربع خبزة وبعد تاكلها وتجوع، موش حل. المركز هذايا مركز تكوين مهني يعنى بتكوين مواطنين توانسة، أنه يجب إبعاده عن بؤرة هالتهميش وهالفساد وهالصراع اللي نجم تصير، حتى مش طوى نجم يصير بعد. المركز هذا لازم يرتقي كما ارتقت المراكز اللي يتمدرس فيها الطفل الكفيف تعبير القصعة وصوصة وقابس تحت وزارة التربية. المركز هذا لازم تاخذ وزارة التكوين باش المتكون المتربص الكفيف ياخو تعليم وتكوين مستمر دون واضح. أي انقطاع ودون أي تدخل من قبل الهيئات بتاع الجمعيات. أشرف حمدي مشكور. سيد أحمد كلمة الأخرى. ربي كلمة الأخرى لو سمحت. تفضل. راهو احنا بالنسبة للهيئة أي كوزارة شؤون اجتماعية ولا أي وزارة مش ندخلوا فيها، راهو الهيئة منتخبة واللي ينتخبوها هم المكفوفين أنفسهم، ولذا المكفوفين يلزمهم يحسنوا اختيار هيئتهم القادمة حتى تكون الأمور ما تتمشي كما يحبوهم. شكرا أحمد البلعزي مدير التضامن والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية. المهم إن شاء الله إحنا في ديسمبر نكونوا معاكم في الافتتاح والكاميرا تصور أنه على الأقل قدمنا خطوة القدام. هكا ولا سي أشرف؟ ما نتصورش كيف يصيرش. تفائل يا راجل. لا مش حكايه تفائل، انت ما حبتش تفهموني. ثم مشكله يا سيدي، ما يصير ما تحلش في ديسمبر تعاود ترجع. ما تحلش في ديسمبر ترجع. احنا مضابينا غدوه يتحل ان شاء الله، ما ترجعش. احنا مضابينا غدوه يتحل هذيك محلول ونبداو نخدموا على رواحنا ونرجع المركز. هذا المطلوب. يعيشك استاذ اشرف مؤطر مركز المكفوفين بسيدي ثابت مكافحه الفساد في تونس بين المطالب الشرعيه والتوظيف السياسي. نقاش نشوفوا التقرير نتاعو قبل ما نبداوه مع ضيوفنا في البلاتو.
ضرورة تفكيك شبكة الفساد. عديد رؤوس الفساد قد تغيرت، غير أن النظام الفاسد ظل قائماً في إطار شبكات الفساد. ينخر المؤسسات في البلاد والدولة عاجزة عن مجابهته. خبراء أجانب يقولوا أن تونس وعديد النظم اللي عاشت الدكتاتورية فيها ربط بين انتهاكات حقوق الإنسان والفساد منذ 2011 لليوم، ومصطلح فساد ومفسدين يتكرر على مسامع التونسيين وعلى مسامع كل من يزور تونس، وكأن تونس أصبحت المصدر رقم واحد للفساد والمفسدين، وكأن هؤلاء الفاسدين خارقين للعادة، فلا قانون يطالهم ولا فضائح تؤثر فيهم. اليوم مع الصحوة المجتمعية اللي تعيشها البلاد، ومع نشاط لافت لمنظمات المجتمع المدني الفاعلين في مجال الشفافية خاصة، وليساعد الحكومة والمواطنين على معرفة حقيقة الملفات اللي تورط رجال أعمال وشخصيات نافذة في البلاد، لكن يبقى ملف الفساد والمفسدين حبيس الصحف والمواقع الإلكترونية وحبيس رفوف باردة داخل أقبية المحاكم. مكافحة الفساد اليوم بين المطالب الشعبية الصريحة والمحاصصات السياسية الضيقة، فالكل يتكلم عنه ولا أحد يرى نتيجة. ومن أجل هذا عديد منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية طالب تونس بضرورة التعامل بجدية مع ملف الفساد داخل المؤسسات الخاصة والرسمية، لأنه يجب تطهير الإدارة ونشر الوعي عند المواطن وألا يرضخ لأي عملية رشوة أو محاباة. وبالتوازي مع هذا يجب محاربة الحيتان الكبيرة التي لليوم أحسنت حماية أنفسها. مرحبا بكم مجددا، يسعدني الترحيب بضيوفي الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، مرحبا، والأستاذ نزار عياد المحامي ونقوله ناشط سياسي ولا قولوا فما من حكاية مهدي جمعة ولا خلينا ناخذ كوب شبيك شبت تقول علينا حكينا على تقول علينا تعرف عملت لا مازال بكري مازال بكري طيب تونا نجيب نقش تونا نشوفوها في الايام القادمه ان شاء الله. على كل سي غازي مرحبا بيك. بيك عايش، شكرا. سي غازي التيار الديمقراطي من اكثر التشكيلات السياسيه اللي رافعه شعار اولويه مكافحه الفساد، وتعتبروا ضمن رؤيه كامله انه قد يكون زادا مش فقط حل يعني لواقع السياسي في البلاد، بل وأيضا للأزمة الاقتصادية اليوم. ناس أخرين اللي يقدموا مقاربات نقدية لتوجه التيار وخطابه في المسائل هذه يقول لك التيار كغيره من الأطراف السياسية منذ 2011 إلى اليوم يتعامل مع المسألة من منطلق يعني شعارات أكثر منه وقائع واضحة وموضوعية في ملفات حقيقية متعلقة بالفساد، كيف تردون على ذلك؟ هو أنا نحب نذكر أنه تونس رانا عملنا ثورة، وعملنا ثورة على منظومة استبدادية ومنظومة فاسدة. ما كانش تونسي ما كانش معناها يتشكى من الاستبداد فقط، كانت زادة منظومة فاسدة ومنظومة موجودة كانت في العائلة الحاكمة والأصهار معناها الرئيس والجماعات اللي كانت محيطة وقتها بالعائلة الحاكمة. نحن في اتجاه معناها القضاء على الاستبداد وبناء معناها دولة ديمقراطية مشينا أشواط، نعتبر نجحنا في محطات، تعثرنا ما يهمش، عملنا انتخابات، عملنا الدستور، اليوم عندنا رئيس منتخب، عندنا مجلس نواب منتخب، عندنا حكومة تم منحها الثقة وقاعدة تعمل، بغض النظر على كل شيء مشينا أشواط كبيرة وكبيرة جدا اللي غيرنا لحد الآن فاشل في نطاق بناء معناها نظام ديمقراطي. ولكن في مقاومة الفساد ما عملنا حد شيء، باعتبار نفس المنظومة اللي كانت موجودة قبل 14 جانفي ما زالت مستمرة الآن. هذاك علاش التيار الديمقراطي منذ تأسيسه في جوان 2013 عمرنا مش طويل اعتقدنا ورفعنا راية مكافحة الفساد، وقلنا هي لابد أن تكون أولى الأولويات، باعتبار بدون محاربة فساد لا يمكن الحديث لا على تنمية ولا حتى على ديمقراطية، لاعتبار أن الفساد هو معطل للتنمية ويمكن أن يهدد حتى المسيرة الديمقراطية اللي اختارت البلاد تمشي فيها. ذاك علاش قلنا لابد أن تكون هناك إرادة سياسية صادقة وقوية من الناس اللي اليوم ماسكين بالحكم أنهم يحاربوا هذه الظاهرة، وللأسف الشديد لحد الآن الإرادة هذه ما زالت غايبة. كنا قبل وحدنا رافعين هذه الراية لمحاربة الفساد، اليوم الجميع نحن منذ ساعة الآن
الآن صادقنا على قانون اتفاقية دولية اتفاقية عربية لمكافحة الفساد، كل المتدخلين من مختلف الأحزاب السياسية يؤكدون على ضرورة أن الدولة تتحمل مسؤولياتها وتحارب الفساد اليوم، ولا بد كلهم أصبحوا يشكون في وجود الإرادة السياسية الصادقة اليوم لمحاربة الفساد. هم اللي يرفعوا في الشعارات، مايش نحن نرفع في الشعارات. في الإطار هذايا، في الإطار هذايا السيد غازي، يعني يتحدثوا أن هالموضوعة هذه اللي هي مكافحة الفساد أصبحت محل تجاذب سياسي، حتى تعريف من هو الفاسد ضاع في حرب التموقع السياسي. من هو فاسد بالنسبة لسيد غازي الشواشي اليوم قد يكون مخالف السياسي اللي يقع في الضفة الأخرى، أما حين يقف بجانبه فهذه الحماسة في مكافحة الفساد تقل. والدليل على ذلك التيار الديمقراطي جاء في نهاية الأمر من عائلة سياسية ما أكبر، اللي هي في نهاية الأمر عائلة حزب كان موجود في السلطة خلال 3 سنوات الفارطة. يقول قائل عندما تكون في المعارضة يسهل عليك أن ترفع شعار مكافحة الفساد، أما عندما تكون في الحكم وكان لكم تجربة ولو أنها نسبيا بسيطة من خلال مرور السيد محمد عبو مؤسس التيار الديمقراطي على رأس وزارة معنية أيضا بمكافحة الفساد وهي وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عندما نكون في الحكم إكراهات الحكم تفرض علينا الصمت، عندما نخرج من الحكم سهل جدا أن نصبح مكافحين للفساد. ما رأيك في من يقول ويتهمكم أنتم الأحزاب السياسية في الحكم أو في المعارضة أنكم ميعتم قضية مكافحة الفساد أصبحت جزء خارج إطار التناول العلمي حتى ضاع تعريف الفاسد؟ من هو الفاسد؟ نحب نوضح ساعة نقطة أن التيار الديمقراطي لم يكن سليل المؤتمر. التيار الديمقراطي تم تأسيسه من طرف مجموعة معناها خرجت من المؤتمر على رأسهم السيد محمد عبو ومجموعة من المستقلين، كيف أنا اليوم أنا لما أكون في المؤتمر واليوم أنا أمين عام حزب التيار الديمقراطي، هذا باش نبدأ متفق. وبالتالي التيار الديمقراطي معناها عنده شخصيته المستقلة ولم يكن سليل حزب المؤتمر. السيد محمد عبو كان أتذكر عندما كان تسميته كوزير للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قعد 6 شهور ثم في الأخير خرج وعمل ندوة صحفي قال أنا مكلف بمحاربة الفساد في الإدارة، راهو ما مكنونيش، لا عطوني للآليات باش نحارب الفساد، لا منحوني الفرصة باش نفتح الملفات، وبالتالي أنا لا أكون شاهد زور، وانسحب وقدم استقالته. بالتالي لا يمكن تحميله، هذا تحسب له ولا تحسب عليه العملية هذه، غيره قعد إلى حد الآن وبعد تم اعتقالته والآن مازال يحكي على الفساد. هذا كان نجم نسأله قل له يا سيد أنت وقت كنت وزير إيش عملت؟ ما عملوا حتى شيء، ونحن نعتقد أن محاربة الفساد فشلنا فيها ومسؤولية ترجع للحكومات المتعاقبة بعد الثورة، هذا ثابت إلى حد اليوم، الكل يتحمل مسؤولية. ومحاربة الفساد باش من نسبه شوية مش مسؤوليتي اللي موجود في الحكم، لا سمحني، المجتمع المدني والمواطن والمنظمات والأحزاب اللي عندها دور في التوعية وفضح الممارسات هذه، والمجتمع المدني والهيئات الرقابية والهيئات الدستورية، الكل يتحمل مسؤولية، ولكن بدرجات اللي ماسك بالحكم وعنده سلطة القرار هذا كقادر زادة باش يعمل التشريعات وتكون عنده الإرادة تطبيق تلك التشريعات وتلك القوانين. هذا الشيء اللي حد الآن مريناهوش للأسف الشديد، واليوم السيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبعد يوسف شاد ولاو يحكيوا أن محاربة الفساد ولا أصعب وأخطر من محاربة الإرهاب، هم يقروا به هذا الفساد طبعا. واليوم اختسمع تصريحات الأستاذ شوق طبيب صفته رئيس الهيئة الوطنية يقول لك نحن في اتجاه بناء دولة مافيوزية، اليوم المافيا أصبحت تحكم، وبالتالي اليوم ولا الفساد مغلغل في الدولة، ما عادش نحكيه على فساد الفساد الصغير وكالرشوة وكالحكاية، تحكي لي على تعريف الفساد اليوم، فحتى قانون معنا يعرف الفساد في تونس معناش من هو الفاسد. الفاسد هو اللي يستولي على أموال الدولة، هو اللي ينهب أموال الدولة، هو اللي ما يحترمش القوانين، النجم نعرفوه بالأفعال التي يمكن تنسبه إليه، والقوانين هي بجدارة وغير كافية. اليوم كان عندك قانون في عهد بن علي موجودة القوانين، أنا أقول لك تونس 2008 صادقت على اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، صادقت عليها تونس منذ 2008، ولكن ماذا فعلنا على أرض الواقع؟ لا شيء. واضح. قبل ما يتفاعل معايا سيني زرعيات في الموضوع هذا خلنا نخرج فاصل شهري ونعطيك الكلمة.